ياسر سنجاب, AI expert من team Emergent Topographies. Our project is about using topographies to generate artwork باستخدام biodata and geodata as a topographies with machine learning algorithms to generate artwork. والله صراحة كان شعور جدا رائع. اليوم اللي اشتغلنا فيه بالهاكاثون كان يوم جدا شاق, كان حماس كتير. اشتغلنا تقريبا للساعة 7 الصباح, ما نمنا إلى أن سلمنا شغلنا. فيوم اللي تشوف الريورد جاء كفائز بضمن 20 فريق كان شعور جدا رائع صراحة. طبعا الكورس كان انتنسيف من ناحية أكاديميك كورس, جدا مفيدة لنا أكاديميا بحيث أنه it will benefit us later بإصدار عمل يكون by machine itself.